الخبر الأول اللي عدنا أنصب وصول قناته باليوتيوب لـ 400,000 متابع، فإن شاء الله ألف مبروك عقبال المليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي نتبارك لها بالكومنتات على هذا الإنجاز. روح حاليا القمر مار وريدر والفولور سووا البعض بحساباتهم بالإنستغرام، فتتوقعون يا حبايبي أنه قمر مار هي وريدر بالأيام الجاية ممكن نشوف تعاون بيناتهم أغنية نارية؟ ما أدري الصراحة، الله يوفقهم يا رب. اكتب لنا بالكومنتات ايش قيمة حمسية إذا صار تعاون بينهم. روح حاليا لوسام تيكت، ومن الواضح أنه قاعد يلمح للمتابعين أنه هو وياسو ممكن رجعوا البعض كحبيبين. وسام تيكت يا حبايبي قاعد يحط لايكات لكل التصاميم اللي تصير بينه وبين ياسو، مثل هذا التصميم الدليل عليه مثل ما شايفين حاليا احنا نضغط عليها راح نشوف انه وسام تيكت حاط لايك. تقريبا اكثر من 10 تصاميم مثل هذا الشكل، بالاضافه انه ياسو شارت كل التصاميم اللي تجمعها ويا ريدر بحساباتها بالانستغرام تاج، وبنفس الوقت حذفت كل الفيديوهات اللي تجمعها بقناتها باليوتيوب، ما بقت غير بس 3 فيديوهات اللي هي مال انسان مجنون مال الاغنيه مالتها. فتتوقعون يا حباب هذا الشيء انه انهم رجعوا لبعض كحبيبين؟ اكتبوا يا حباب بالكومنتات شو توقعاتكم لهذا الموضوع. نروح حاليا واخيرا عن قمر مار وعودته للسوشيال ميديا، فبعد فتره انقطعت عن السوشيال ميديا، قمر مار الحمد لله حاليا رجعت للسوشيال ميديا، فان شاء الله الف مبروك وان شاء الله تظل راجعه. واكتبوا يا حباب بالكومنتات الله يوفقها ان شاء الله وتكون عوده قويه. نروح حاليا لباريش، هذا شنو علاقته ويا ياشيم؟ فباريش يا حباب نزل على حسب بالانستغرام هذا الستوري اللي كان كاتب بي بشر الفيديو مالته ايش تريدون يكون على علاقته ويا ياشيم، او تحدي والاغلب مصوت علاقته ويا ياشيم، واللي هو الاغلب بتوقع اساسا راح تكون هي حب. ما ادري صراحه، خلينا ننتظر ونشوف يا حبايب. واكتبوا لنا بالكومنتات شو توقعاتكم العلاقه اللي ما بينهم. نروح حاليا مريانا غريب والتخرج مالتها واللي صارت تبكي هي وامها، فنزل شويه ستوريات ان هي تخرجت من الجامعه مالتها حسب ما اتوقع، وردت فعلهم هم صاروا يبكون الصراحه. لقطات حلوه شوفوها. روح حاليا لكارولين والسرقة اللي صارت وياها، فنزلت شوية ستوريات تشرح انه هي تعرضت للسرقة، وان هذا الشخص اللي سرقها يسرق المعدات التصوير مالتها، وان هي كل شيء راح احط لكم لقطات تشوفوها. اغلبية العدة كان شادي مساعدني فيها، تمام؟ وانسرقت صراحة ما بعرف وين وما بعرف كيف، بس انا فجأة ما لقيتهم. عن جد عم بحكي، انا فجأة ما لقيت شيء لانه انا لاسبوع ماني عم صور وتركي اغراضي على جنب، اجيت هيك لحتى اليوم على اساس بدي اصور وما لقيتهم. مو مشكله بيتعوضوا، ما ناقصه، بنرجع بنجيب غيرهم بنجيب احسن منهم، ما ناقصه. بس انه حبيت هيك اخبركم هلا شيء صار معي يعني. بس بصراحه ما عم بستوعب كيف وين وليه. اكثر شغلي ممكن فكر فيها انه هي لما على الطريق من لما اجيت من لبنان على سوريا، يعني على الطريق مستحيل يا واقع اغراض او ضايع اغراض على الحدود شيء، لانه انا يعني ما بعرف. المهم يلا مو مشكله، هلا كآبه في عوض الله ان شاء الله. وانا على فكره لي يومين عم دور عليهم وخاص فقدت الامل لهيك انا طلعت. بس والله حباب نوصلت المقطع، تفجرون هذا المقطع بلايكات وبس. جاك فيديو من قناه مملكه القصص، ومع السلامه.